السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى. أحبابي في الله، اليوم سأقوم بشرح لكم كيف قمت بكسب مبلغ $50 في مدة قصيرة جدا، يعني بدون أي مجهود. أول شيء أحبابي في الله، كما ترون معي، هذا إثبات الدفع كاش بايومونت، يعني الدفع كان عبر ويستر يونيون. سأقوم بالدخول إلى كاش بايومونت. كما ترون معي أحبابي في الله، يقولون لي هنا بأن تم تحويل مبلغ يعني $50. كما ترون معي هذا هو المبلغ، تم تحويلها عبر ويستر يونيون. وصلتني أحبابي في الله، وقمت بالذهاب إلى ويستر يونيون ثم قمت بأخذها، ووصلت $50 والحمد لله. كيف قمت بكسبها أحبابي في الله؟ قمت بالتسجيل في هذا الموقع يوغوف. هذا الموقع يقوم بإرسال استطلاعات إلى حسابك في الإيميل، وتقوم بالضغط عليها والإجابة على الاستطلاعات باللغة العربية التي يقوم بإرسالها. سأقوم أحبابي في الله بتسجيل الدخول. أنت أحبابي في الله، عندما تقوم بالدخول إلى الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو حتى تقوم بالتسجيل، ستقوم بالضغط على انضم إلى يوجوف هنا، ثم تقوم بالضغط عليها. ثم أحبابي في الله، تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك، ثم تقوم باختيار كلمة السر، ثم تقوم بالضغط على سجل. بعدها سيقومون بإرسال إليك يعني بعض الرسائل في الإيميل للتفعيل. ثم بعدها مباشرة أحبابي في الله، ستقوم يعني بإرسال إليك حوالي 5 استطلاعات في خلال أسبوع أو أسبوعين. تقوم بالضغط عليها ثم تبدأ الربح. أول شيء سأقوم بتسجيل الدخول إلى حسابي على هذا الشكل. هذا هو حسابي. إذا قمت بالضغط هنا ستجد الأشخاص الذي قمت بدعوتهم هنا. هنا إذا قمت بالضغط ستجد بأن قمت بسحب مبلغ $50 كما ترون معي، وتم تحويلها والحمد لله. أما هنا أحبابي في الله، الاستطلاعات الخاصة بي التي وصلتني وقمت بالإجابة عليها وقمت بربح مبالغ مالية. هنا الاستطلاعات المتبقية كما ترى معي المتوفرة، يمكن الضغط هنا أحبابي في الله وأقوم بالإجابة على هذا الاستطلاع. الاستطلاع يكون على هذا الشكل، يقولون لك هنا دون منك يعني هنا، ثم يقولون يطلبون منك بعض الأشياء ثم تبدأ الإجابة عليها. عندما تبدأ الإجابة تقوم بالضغط هنا، ثم يتم تحويلك إلى إجابة أخرى حتى ينتهي هذا الخط. مدة الاستطلاع في الغالب تكون ما يقارب بين 5 دقائق و 15 دقيقة. أنا الآن سأقوم بالرجوع إلى هنا كما ترون معي. هنا الاستطلاعات الموجودة يمكن الضغط عليها. أنت ستجد الاستطلاعات عبر الإيميل الخاص بك. جميع النشاطات هنا أحبابي في الله، جميع الأشياء التي قمت بالكسب منها وحصلت عليها على ريفييل والأشخاص الذين قمت بدعوتهم. مؤخرا وصلنا استطلاع ب 150 نقطة، وقمت بدعوة شخص وقمت بربح 200 نقطة. كيف تقوم بدعوة الأشخاص وتقوم بربح 200 نقطة؟ عندما تصل إلى 500 نقطة يمكنك تحويلها إلى مبلغ مالي، وهذا المبلغ يصلك في خلال يعني 30 يوم إلى ويستر يونيون، ويقومون بإرسال إليك الكود كما وصلني، وتقوم بأخذها كاش. تقوم بالضغط على استرداد عندما تصل إلى 500 نقطة. وهنا أحبابي في الله، تقوم بالضغط على حساب الخاص بي، ثم تذهب إلى أخبر صديق على هذا الشكل هنا، تقوم بالضغط عليها. عندما تقوم بالضغط على أخبر صديق، تقوم بأخذ هذا الرابط أو تقوم بنسخ هذا الرابط وتقوم بنشره على أصدقائك. أنا شخصيا أعتمد على المنتديات الأجنبية، فقمت بنشر في ما يقارب 5 أو 6 منتديات أجنبية يعني مشهورة، والحمد لله الموقع يتوفر على اللغة الإنجليزية، والكثير من الناس لا يرى بأن الموقع باللغة الإنجليزية، والموقع يرسل استطلاعات باللغة الإنجليزية ويقوم قبول جميع دول العالم. فلماذا أحبابي في الله دائما نعتمد على العرب؟ لماذا لا نعتمد على الأجانب كذلك؟ فأنا شخصيا قمت ببدء بنشر يعني هذا الموقع باللغة الإنجليزية في المواقع الإنجليزية والمنتديات،
والحمد لله يعني لاحظت بأن أقوم بجلب يعني عدد كبير من الناس في مدة قصيرة جدا. لم أكن أريد أن أقوم بعمل شرح يعني إليكم أحبابي في الله حتى تأكدت من أن الموقع صادق وقام بإرسال إلي المال شخصيا وأنا قمت بأخذه والحمد لله، وأنتم كذلك ستحصلون على هذا المبلغ بإذن الله ويصلكم في مدة قصيرة يعني لا تتجاوز 30 يوم. إذا كان لديك 25 شخص أحبابي في الله يمكنك دعوتهم. فقط ملاحظة، لا يمكنك أن تقوم بكسب أي نقطة حتى تقوم أنت بالضغط على حوالي استطلاعين، يعني سيصلك الاستطلاع الأول ثم يصلك الاستطلاع الثاني في خلال أسبوع أو أسبوعين، ثم ستبدأ الأرباح ولن تربح حتى يقوم بالضغط ذلك الشخص الذي قمت بإرساله على استطلاع أو استطلاعين. لماذا؟ حتى يتجنب الموقع النصب من أشخاص الذين يستعملون يعني إيميل أو إيميل وهمي أو VPN أو غيره. الموقع يتأكد بأن يعني ذلك الشخص يعني فعلا هو ذلك الشخص الذي قمت بدعوته، ويقوم بإرسال استطلاع له في خلال أسبوع أو أسبوعين، ثم يقوم بالضغط على ذلك الاستطلاع. بعدها مباشرة يتم إعطاؤك 200 نقطة. إذا قمت بدعوة 25 شخص تصل إلى 500 نقطة. بهذا يمكنك أحبابي في الله أن تقوم بكسب مبلغ 50 دولار، ويصلك هذا المبلغ بإذن الله في ويسترن يونيون وتقوم بأخذه كاش. إلى هنا انتهى من الشرح، نلتقي في شرح قادم بإذن الله. أتمنى من الله أن تستفيدوا من هذا الموقع الجميل والبسيط وليس صعب، وأيضا لا يحتاج أن تكون لديك أي بطاقة بنكية، ولا يحتاج أن تكون لديك يعني خبرة هائلة أو كبيرة في مجال الربح من الإنترنت. إلى هنا انتهى من الشرح، نلتقي في شرح قادم إن شاء الله.